إذا كان ثمن قلم الرصاص الواحد 25 قرش أو قرشة، فأكمل الجدول الآتي الذي يمثل العلاقة بين عدد الأقلام س وثمن الأقلام. القلم الواحد حقه 25 قرش، القلمين 25 و25 بيطلع 50 قرش، الثلاث أقلام 75 قرش، الأربع أقلام كمان زيد. أنا شوف لاحظ أنه قاعد بزيد، أنا 25 زدت 25 زيد 5، ملاحظين نمط عددي بيطلع 100، هون 125 قرش. بتحبوا نحكي بالدنانير؟ ربع دينار، نص دينار، ثلاث ارباع دينار، دينار، دينار وربع. ما ثمن ست اقلام؟ نحط سته هون. طب مو انا ايش النمط اللي قاعد بمشي عليه؟ قاعد بزيد ربع، كل مره قاعد بزيد 25 قرش، اذا بصير 150 قرش وهكذا. طيب وضح كيف تجد ثمن 10 اقلام. هون لازم نسترجع اللي درسناه في الانماط. اللي شاطر فيكم يكتب لي القاعده تاعت النمط اللي احنا شايفينه. ايوه، انا ممكن اقول انه ص تمثل ثمن الاقلام يساوي عدد الاقلام، عدد الاقلام ضرب 25 قرش، لانه حق القلم الواحد قديش؟ 25 قرش، اذا هي عباره عن 25 س. اذا لو جيت اطلعت على هاي العلاقه بلاقي انها تمثل النمط اللي احنا سويناه. خلينا نتاكد، كيف نتحقق انه كلامنا صحيح ولا لا؟ عوض مكان س بواحد، هاي زي الآلة، زي نموذج الماكينة. شوف هنا احنا ايش قلنا؟ بدنا نعمل ضرب 25. هياتوا خلينا نتأكد بالله، 25 قرش. وهون بدنا نحط اللي هي عدد الأقلام، أول مرة حطينا شرينا قلم. خلينا نمسح هاي، قلم واحد. طبعا ما بصير شيء اسمه سالب قلم يعني، هون في الحياة العملية بدك يكون يعني العدد له معنى. هون شرينا قلمين. هون شرينا ثلاث أقلام. هون شرينا أربع أقلام أو خمس أقلام، ما حطيت أنا أربع أقلام. هون شرينا خمس أقلام. حلو؟ الآن خلينا نشوف الإجابات. يلا، 25 قرش حق القلم الواحد، 50 قرش حق القلمين، 75 قرش، 100 قرش، 125 قرش. طب افرض بدنا نبدأ من عند 10، يلا بصير نبدأ من عند 10. والله بصير 10 15، مثلا شريت 15 قلم، شريت 20 قلم، شريت 25 قلم، شريت 40 قلم. هسه كيف بقدر اعرف الاجابات؟ بسهوله، احنا بناخذ المجال، هذول عناصر المجال، هون بيطلع المدى. هيك طالع السهم، شوف السهم كيف اتجاهه، اذا هذول المجال. الان ايش بسوي؟ بدخل العنصر هذا اللي هو العشرة، بدخله على الماكينه، بتضرب في 25 بيطلع الجواب. قديش بيطلع؟ 250 قرش. الان الثاني 375 قرش، اللي وراه اللي وراه اللي وراه. هذا اللي احنا بنسميها في رياضات عمليه التعويض. كويس؟ هل يتغير ثمن الأقلام بتغير عددها؟ طبعا نعم، في نمط كتبنا القاعدة، هي قاعدة النمط. هل تمثل العلاقة السابقة اقترانا؟ أكيد، لأنه كل عنصر من المجال هون لو رسمناه هيك، حطينا هون عدد الأقلام 1 2 3 4 إلى آخره، حطينا هون الأثمان اللي هي 25 قرش، 50 قرش، 75 قرش، 100 قرش وهكذا، راح نلاقي انه كل عنصر من المجال ارتبط في عنصر واحد فقط من المدى، فهي اقتران. اذا هسه راح نصطلح على ان راح اكتب الاقترانات دائما بدلاله قاعدتها، والقاعده هي الصوره الرمزيه اللي احنا متعودين عليها بالرياضيات. الان راح نتعلم على مهاره التعويض. اذا شغلنا الان تعويض. يلا، ايش يعني عين س تساوي 8 س؟ يعني بتخيل كانها اله، زي النموذج اللي شفناه قبل شوي، هاي آلة بندخل أربعة اللي هو من المجال، يعني العدد اللي بيكون مكتوب هون داخل الأقواس هو العنصر اللي في المجال، دخل على الآلة. شو الآلة بتحكي لك؟ بتحكي لك 8 اضربها في العدد اللي بده يدخل، يعني هذا العدد يدخل وين بده يروح؟ بده يروح على المربع الفارغ واطرح منه واحد. هاي معنى القاعدة. القاعدة بتقول له دخل العدد على الماكينة اضربه ب8 واطرح واحد، وحسب أولويات العمليات الرياضية اللي تعلمناها. 8 في 4 32 ناقص 1 31. إذا هاي جوابها 31. هذا عنصر المجال وهذا عنصر المدى. يلا، عين سالب 1، معناته هسه بدنا ندخل مين؟ سالب 1. يلا، بده يدخل السالب 1، وين بده يروح السالب 1؟ بده يجي على الفراغ اللي هون، اللي هي أكمل الفراغ كأنها. 8 ضرب سالب 1 قديش؟ سالب 8 ناقص 1 بيطلع سالب 9، إذا الجواب النهائي سالب 9. يلا،